Let's go. لما بنتكلم عن السيجا جينيسيس وألعاب البلاتفورمر، أكيد الأيقونة سونيك أول حاجة بتيجي على بالنا، هو والأجزاء الممتازة للسلسلة. سونيك دي هيدجهوغ إصدار 1991، سونيك دي هيدجهوغ 2 إصدار 1992، سونيك دي هيدجهوغ 3 إصدار 1994، وسونيك أند ناكلز إصدار 1995. وفعلا كل جزء من دول يستحق أن يخلد في التاريخ، ولكن ايه لو قلت لكم ان في عنوان اخر من نفس الطراز وحصري على سيجا جينيسيس نال استحسان النقاد وحسن استقبال اللاعبين، ولكن لم يحقق نفس النجاح التجاري وكثيرا ما يسقط من الذاكرة، ربما لانه اصدر في وقت متأخر من دورة حياة السيجا جينيسيس عندما كان الاهتمام يتحول الى الاجهزة الاكثر تقدما. وأنا هنا بتكلم عن ريستار، عنوان الأكشن بلاتفورمر اللي أصدر عام 1995 حصريا على سيجا جينيسيس، وأيضا من تطوير فريق سونيك تيم اللي برضو أنتجوا عناوين سونيك المميزة على المنصة. ريستار هو أيضا اسم الشخصية الكرتونية اللي على هيئة نجمة، واللي تعتبر امتداد لأفكار لم يتم استخدامها في تصميم شخصية سونيك. في بداية 1990 طلبت سيجا من فرق التطوير الخاصة بها صناعة أيقونة لكي تنافس سوبر ماريو من نينتندو، وكان إحدى الاقتراحات الأولى هو أرنب بأذان طويلة قادرة على المسك بالأشياء، ولكن لم يتم تنفيذ الفكرة بسبب تعقيدها، وبدلا منها تم اعتماد اقتراح حيوان يجري سريعا ويقوم بالدحرجة، والباقي كله تاريخ جميل كلنا نعرفه. ولكن اقتراح الأرنب ذو الأذان الطويلة لم يتم إلقاؤه في سلة المهملات، وأعيد تصوره في تصميم شخصية ريستار بشكل النجمة بدل الأرنب وبأذرع طويلة بدلا من الأذان. طيب هل يستحق العنوان العودة له؟ وإيه تقييمي له؟ هو ده اللي هجاوب عنه في المقطع دوت. بس قبل ما نبدأ برجاء تعملوا لايك على الفيديو لأن دوت بيساعدني بشكل كبير، وهكون متشكر جدا لدعمكم. تعالوا نبدأ الأول بالجماليات والرسومات والأنيميشن أو تحريك الرسوم. من وجهة نظري ريستار بتقدم واحدة من أفضل العروض المرئية المتوفرة على السيجا جينيسيس. الخلفيات في كل مرحلة غنية بالتفاصيل ونابضة بالحياة وبتظهر عمق استثنائي. بالإضافة لكده نفذ المطورين ما يسمى بالبارالاكس سكرولينج، وهو لما بيبقى فيه طبقات مختلفة في تصميم المراحل بحيث أن الطبقة الأقرب للعين تبدو وكأنها أكبر وتتحرك بسرعة أكبر من تحرك الطبقات الخلفية، ودوت بيثري جدا من عامل الاندماج والجمال الفني. المراحل أيضا متنوعة وكان في جرأة في التصميم بحيث ان تقريبا مفيش شكل عام لأي مرحلة اتكرر، من الغابات للكهوف للمراحل المائية للمعابد للجبال المثلجة للبراكين للكواكب العجيبة لداخل المركبات الفضائية. الحقيقة معمول شغل محترم جدا جدا بمعايير الزمن، واظن ان هو تحدى اختبار الزمن ولحد دلوقتي بيقدم وليمة مرئية جميلة. بالنسبة للرسومات وتحريك الصور أو الأنيميشن، فالجانب دوت من الجماليات أكتر من ممتاز. كتير جدا بنشوف إن الشخصيات في الألعاب الكلاسيكية جامدة ومتجمدة، يعني مفيش أي تغيير في تعبير وجهها أو تحرك جسدها، ولكن شخصية ريستار نابضة بالحياة وبتتغير الرسومات مع الحركات المختلفة اللي بتنفذها، وده طبعا بيثري من الاندماج في العنوان والارتباط مع الشخصية وتأصيل الاتجاه الكرتوني المميز للعنوان. جدير بالذكر ان الاعداء وبالذات الرؤساء ايضا يتميزوا بتصاميم وتحركات رسومات رائع، وبيعكسوا خيال واسع للمطورين وللفنانين، وحقيقي بيعطوا اللعبة شخصية فريدة، وبخاصة ان انا لم اشعر بان ايا منهم نمطي، وان وجودهم في العنوان باشكالهم منطقي ومتسق. باختصار ريستار تعد واحدة من اجمل العاب السيجا جينيسيس، وتظهر وحدة التحكم في افضل مستوى تقني له. تعالوا دلوقتي ننتقل الى اسلوب اللعب في العنوان واللي وجدته ممتع وان كان بدرجة صعوبة فاجئتني شوية.
في الأساس ريستار لعبة بلاتفورمينج، وبالتالي بتقدم عناصر اللعبة التقليدي في هذا الطور، يعني الجري والقفز والتنقل من منصة لأخرى. ولكن لو تفتكروا في الأول ذكرت أن تصميم الشخصية بيتمحور حول مسك الأشياء عن بعد، وده اللي بيدي العنوان لمسة فريدة من نوعها. ريستار يستطيع أن يمد ذراعيه في أي من الاتجاهات التمانية المختلفة، وتقدر تستخدم دوت في التعامل مع العديد من الأعداء، ولكن أيضا في التنقل عبر المنصات في المراحل. ودي ميكانيكية ممتعة جدا في أسلوب اللعب، أولا لأنها نادرة وغير اعتيادية، وثانيا لأنها بتتطلب مهارة وتوقيت جيد، وبالتالي بتحافظ على تركيزك واندماجك داخل اللعبة. ده وبخاصة لأن قفزة ريستار مش عالية زي ما احنا تعودنا مثلا من ماريو أو سريع زي سونيك، لكن محتاج انك انت تتعلم كيفية الاستفادة من الميكانيكية دي. والجميل ان ده كمان بيسمح للاعب بتخيل مسارات وطرق مختلفة للعبور بين المنصات. فاذا نقدر نقول ان العنوان بمعايير الزمن بتاعه بيقدم حرية نادرة جدا في تحديد اللاعب لمساره. بالنسبة للتحكم بالشخصية، فهناك بطء متعمد في حركة ريستار، وده علشان يخدم تعامل اللاعب مع ميكانيكيات الشخصية الفريدة، وفي نفس الوقت عنصر التحكم في حد ذاته سريع الاستجابة وميكانيكية الامساك بالاشياء سلسة وتلقائية. بجانب البلاتفورمينج في عنصر حل الغاز بسيط في بعض المراحل، ودي اضافة قدرتها لانها بتضيف عمق لاسلوب اللعب اللي هو ممتاز بالفعل، ولكن على وجه الخصوص ادماج حل الالغاز في محاربة الرؤساء بتبلور افضل ما هو في العنوان ومتنفذة بشكل جيد جدا. واخيرا بالنسبة للموسيقى، فانا بصراحة وجدتها غريبة بعض الشيء، ولكن ما اقصدش بطريقة سيئة، لكن ما فيش حاجة الصراحة علقت معايا زي مثلا موسيقى العاب دونكي كونج وسونيك وماريو او حتى حاجة زي ايرثوم جيم مثلا، لكن في نفس الوقت هي متماشية مع العنوان، وبصراحة انا كده بالكاد اخدت بالي منها على اي حال من الاحوال، لكن كانت لطيفة. باختصار ريستار عنوان ممتاز وفريد جدا من نوعه، يتميز العنوان بجماليات رائعة بمعايير زمن إصدارها، أسلوب لعب استثنائي ومخالف لما تعودنا عليه من ألعاب البلاتفورمينج الكلاسيكية. وإذا أنا بقترح على محبي ألعاب البلاتفورمر والألعاب الكلاسيكية إن هم يجربوا العنوان، لأنه بيقدم متعة صمدت قصاد اختبار الزمن. بس هقول تنويه مهم جدا، العنوان بيبدأ سهل لكن مستوى الصعوبة بيزيد بشكل مفاجئ، فلو عاوز تخوض التجربة من غير تعب غالبا هيكون أفضل إنك تلعبه على محاكي بيسمح لك بحفظ تقدمك في العنوان عشان لا تضطر إنك تعيد المراحل لما تخفق، وغالبا هتخفق كتير. في المجمل أدي العنوان تقييم نهائي جامدة، يعني ممكن نقول 8 من 10. وبكده نبقى وصلنا لنهاية المراجعة، أتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا بيها، ولو لعبتوا العنوان زمان ياريت تشاركونا ذكرياتكم معاها، ولو جربتوها بعد التفرج على المراجعة أحب أسمع آراءكم، بس محدش يرجع ويقول لي العنوان طلع صعب أوي أنا قعدت أشد في شعري. أنا قلت لكم محتاج إنك أنت تركز في اللعبة لأنها مش سهلة. شكرا للمشاهدة ونشوفكم على خير إن شاء الله في مقطع آخر قريباً.